في أول تجربة ليك تلقى روحك في عمل في قناة مهمة جدا من حيث نسبة المشاهدة والمتابعة، ثم في عمل فيه أسامي كبيرة، في شخصية محورية، تقريبا 10-11 حلقة الأولانيين الحديث في جانب كبير الدور عليك أنت زادة موجود فيه. أي. يخوف؟ يخوف، خوفني بكده من الأول، خاطر سي اون ريسبونسابيليتي كبيرة. مي اون ميم تون كيما قلت لك قبيلة، نحب التجارب الجدد معناتها في أي سورتو في حاجة نحبها. دونك كنت متخوف من الأول من سورتو من الأداء نتاعي. من بعد او فور ا ميزور الحلقات بداو يمشيو، دونك كنت ماش اللي كنت متخوف منه اول نهار في التورناج. اول نهار في التورناج كان صعيب. لافي كيفاش؟ شنو التحذيرات لافي؟ شنو هو؟ نقرا في التكست ونعاود وخلطت التورناج، قالوا اكسيون ما نتفكر حتى شيء. مشي التكست. اوف. دونك بون مشي. اي عادي عادي يصير. اي مي كانت فما تراك كبيرة وانا اول تجربة مانيش مستانس بالحاجات هذوما. اول سين مع شكون كانت؟ اول سين كانت سيكونس تاع البارح مع بي نتاع الخميس. بداية تبشر بكل خير يا خوي، ريت عندك الحق تنسى التكست ذا اللي بديت في مشهد قوي. اي بديت في مشهد قوي وذاك اللي بعد عاوني، خاطر بدينا بحاجه صعيبه قويه فيها برشا احساس فيها برشا. اي بعد عاوني باش سهل لي معناتها باقي العمل. باقي العمل في عندك برشا تعامل مع بيا خطيبتك اللي هي زاده من الوجوه الجديده فاطمه برتقيس اللي نسلموا عليها. برتقيس تحيه. اي السهل كان التعامل مع فاطمه بما انه الزوز اول تجربه يمكن وفي العمر قراب مش بعاد. أسهل بالطبيعة خاطر عملنا شهر مع بعضنا عند سي توفيق العايب نسلم عليه. عملنا شهر كوتشينج معاه، دونك كنا نشوف بعضنا كل يوم، عودنا تيكست برشا مرات، عملنا دي ريبيتيسيون وكل شيء مع سي توفيق العايب، دونك كانت فورسيمون أسهل بالطبيعة. برشا ناس يسألوا يقولوا الممثلين اللي يعيشوا هكا قصص حب في الأدوار متاعهم، قصص حب توصل حتى لدرجة الجنون الهوس كما سيادتك اللي عندك في الشخصية. كما سيادتك الشخصية. كما سي هارون شخصية معناها الحب متاعها عنيف مش الحب الهادي. الناس يسألوا يقولوا مش لطيفة العارفية. مش لطيفة العارفية. مش حبك هيدي. صحيح. برشا ناس يقولوا الشخصيات وقت اللي يدرب ولا وقت اللي يدخلوا في التربص نتاعهم قلت لي شر مثلا ما يوليش فما احساس بالحق، فما حب على القليله في الفتره ذيك. حب زمالة. اي زمالة صديقة فاطمة طفلة تحفونها برشا وعندي كان لو ريسبي بوغ ايل، مي ولينا اصحاب تبيعة تقعد خدمة أو ما فماش حاجة أخرى. به العمل فيه أكثر من جينيراسيون، أكثر من نجم في فترات مختلفة، نلقى في نفس العمل كامل تويتي معاك الأستاذ طبعا الكبير كامل تويتي وروف بن عمر، نلقى معاك نضال السعدي ياسين بن قمرة، نوردو اللي قاعد يقدم في دور ممتاز، نعيم الجاني يعني، وكما سي روف بن عمر. سي روف بن عمر قلنا طبعا مع كمال مدام سمير حيم وبرشا. التعامل بين لي جينيراسيون تو نسالك عليه، وين كان اسهل وين اصعب؟ تلقى روحك في مشهد مع كامل تويتي، مشهد مع نضال، كي ناخذ من الجينيراسيون تاعك تقريبا واللي قراب لنا في العمر نضال السعدي ياسين بن قمره، اليوم الباركور نتاعهم نور يطمح في يوم من الايام يعمل نفس اللي يعمل فيه نضال ياسين؟ تبارك الله عليهم هما وين خلطوا معناتها تبارك الله. وي معناتها بيان سور كان سي الفرصه تجي علاش لا، معناتها بطبيعه واحد يحلم باش يوصل البلاصه وين هما نجموا يوصلوا. اي فوالا مش حاجه معناتها بيرسونيلمون ماهيش هذيك لو بوت ultime نتاعي، معناتها انا نحب اكثر الاخراج في التمثيل، ما كان توصل كان فما فرص تاع هكا فرص تاع تمثيل علاش لا بطبيعه. باهي اليوم قدامي ممثل ولا مشروع ممثل؟
مشروع ممكن، ممكن مشروع، ما نجمش نقول لك انا ممثل تو، مانيش ممثل، عملت تجربه اولى في مسلسل وكهو، من بعد تنجم تقفوني كيما تنجم تكمل.